شنو اللي يخلينا ان احنا يحوشنا سكر؟ تمام، النوع الاول، النوع الثاني. النوع الاول ليه الحين ما حد يدري شنو السبب الرئيسي حقه، هو عبارة عن جهاز المناعي في جسم الإنسان يبتدي يشوف خلايا البنكرياس كأنها فيروس عدو له، يروح يقضي عليه مثل ما واحد يصير في الغدة. فشنو هو السبب الرئيسي حقه؟ ليه الحين ما نعرف؟ مو أكل؟ مو بعد؟ لا لا، النوع الأول، النوع الأول اللي هو الأوبر. الأوبر ممكن يكون وراثة بعد؟ عامل بسيط منه، إنما ما نقول هو الوراثي، اللي ورث أكثر هو النوع الثاني. أوكي. فبس اليوم طبعا في تطورات في الطب، يعني شيء عندنا دكتوره إذا بتصلفين كيفك؟ لا بسولف. إيه اخذي راحتك. أنت أشوف شو مغطي عيونك والكشافات أطفيها عشان تصلفين. إذا يعني ممكن الواحد يكون ماشي على نظام صحي قوي ورياضي وكل فجأة يحوش سكر؟ ممكن، ويكون يمكن الأم والأب واليد اليد العم العمام الخوال ما حد فيه سكر، هو الوحيد اللي يصير فيه سكر. فهذه النقطة احنا لازم نوعيها بالمجتمع، لأن وايد ناس لما يقولوا له فيك سكر تستخدم إبر، المجتمع شو يصير؟ مسكين وعلي. لا، مو مسكين، مو علي، لأنه خلاص هو جهاز المناعة هاجم البنكرياس. الحين أنا لازم هذا الشخص أطلعه من الوضع اللي هو فيه وأبدي أعلمه يتعايش مع السكر. مو أكل، مو bad eating habits. النوع الأول؟ لا، النوع الثاني. أنا النوع الثاني. حياكم. جونك فود، شوكولات، كاكاو، إيه هذا أنا. النوع الثاني مرتبط في النظام الحياة الصحي. فإذا أنا أكلي غلط، ما أسوي رياضة كفاية طبعاً، ولازم يكون عندي الجينات الوراثة إن أنا معرض إنه يصير فيني سكر. لأن تشوف وايد ناس متين سبحان الله وما يصير فيه سكر أبداً. خالد كام أيف ما صار فيه. سبحان الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله عليه، عيني باردة عليه. أدري فيه، أدري فيه، بس ما علاه ويزدحنا ما عليه. لا كابتن شفت من الحين. وبعدين هو إذا أي أحد فيه، لو أنا عندي بالعائلة ونزلت وزني من 10 إلى 15 كيلو، راح أقي نفسي منه يصير فيني سكر، حتى لو أنا لم الحين متين. وايد من الناس يقول بس هو متين راح يصير فيه سكر، بدام أنا نزلت وزني 15 كيلو وما في شحوم على الكبد. حلو. الشيء الكبير هو السبب الرئيسي وجود الشحوم على الكبد. ليش إنسان يصير فيه سكر إنسان ثاني ما يصير فيه سكر؟ عامل وراثي. وش كثر الإنسان متى الكبد ماله يصير إنه ما يستحمل زيادة وثروزت فيه البلد فيه. عشان كذي اللي يسوون تكميم، كنت لاحظين بعد فترة في ناس عندهم تايب 2، عرف ناس وايد كذي تايب 2، سووا رجيم قوي أو تكميم أو عمليات سمنة، تلاقي بعد فترة يقول لها صار ما فيني سكر، صح راح السكر نهائي. ليش؟ نزل وزنه. نزل وزنه، حرق وايد، يعني 30% من وزنه. مو بس نزل وزنه كثر ما انه هم الاكل ما قام ياكل.